المفهوم التراثي هو كونه معرض يعلق على الحائط وإلا حجر موجود في ركن. لا، التراث متنوع، التراث يغنى، التراث يصور كسينما، يصور كريشة، التراث كذلك يتغنى به الشعر، يتغنى به المسرحي، تتغنى به الآلة الموسيقية بأنواعها. هذا ايش حابين نبينوه احنا من هذه الدورة، الصناعة الثقافية من خلال التراث الشفوي والتراث المادي، فيها عديد وعديد التعابير. وحينما تلتقي الدول المغاربية وتحكي التراث وتتحدث التراث، لابد أن تتلاقى في نقطة ما أو مشهد ما، لأن التراث واحد. طويلة المدى حيران وكيلة عرض وطاطة من طنجة العمان، بكينا نهارا مات لكن عز مكان، جامع يقيم صلاته مشهور في الكروان، عظة رفع راياته. لا، وما زلت يا ظالم نقول لك لا، ما زلت انا موجود، وما زلت مطروح الله والعذراء، وبحمد نبينا خاتم العنقود، وبالوحي لتنزل بغار حراء. بإعادة في الدورات السابقة نزور المساجين ونشاركوهم في هذه التظاهرات، ونستمع إلى مشاغلهم ونسمع شعرهم ونسمع تراثهم، وكذلك في المجال الفني نسمع الفنانين اللي يغنيوا مع الفرقة. هي الغاية كون تشريك المساجين ويخرجوهم مكل الإطار اللي هما فيه المغلق، وعشنا جو حلو في الحقيقة. ونحب هنا نثمن بالحق تنظيم جميل جدا من إدارة السجن المدني بالهوارب. وانا